أخبار اليوم. في المعرض السنة دي أربع دور عرض في صالة 5 الجناح الرئيسي بتاعنا، وفي العرض المفتوح اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو في سور الأزبكية، ولينا بارتيشن تاني في سور الأزبكية ورا وفي سرايا الاستثمار. ايه أكتر كتب الناس بتقبل عليها من إصدارات أخبار اليوم؟ من إصدارات أخبار اليوم في الغالب بيكون مصطفى محمود، إصدارات الدكتور مصطفى محمود هي الأكثر مبيعا، هي والشعراوي. وفي بعض الكتب المؤلفات مترجمات جديدة، في عندنا مركز بعض، في دفتر النائم، ده إصدارات جديدة في أخبار اليوم. نازلين ثلاث كتب، دفتر النائم وحارس الشهوة وفي كتاب محمد بتاع خليل جبران. هو بالنسبة للتسويق اللي احنا بنتسوقه من بره، في مش عاوز اذكر اسماء دور نشر اخرى يعني، بس على الشعر والسياسة، انواع الكتب الشعر والسياسة وكتب السياسية، وطبعا كتب انيس منصور لانها مش بتاعتنا يعني، طبعات كتب انيس منصور لان دي مش اصداراتنا، فهو دي اكتر كتب مبيعا عندنا من اللي احنا بنتسوقها من بره. هو وصفات الأكل من ساعة مجلة فتافيت ما توقفت فهي بدأت تهبط شوية، لكن في عندي الشربيني وحسن، الشيف شربيني والشيف حسن والشيف يسري، مازال مبيعاتهم عندي، دول إصدارات أخبار اليوم برضو، دول مبيعاتهم كويسة جدا يعني عندي، والناس بتتهافت عليها. والشيف برضو عندي كتاب بتاع الشيف محمد فوزي، الناس برضو بتسأل عليه. ايه الخصومات اللي بتقدمها اخبار اليوم في المعرض؟ احنا بندي هنا نسبة خصم متفاوتة بتبدا من 10 لغاية 50%، يعني من 10 ده بعض الكتب اللي هي متسوقينها من الخارج، و 50% على بعض اصداراتنا اللي هي القديمة شوية، مش قديمة بالية يعني، بس اصدارات قديمة شوية، وفي 20% على اصدارات بتاعتنا، والخصم بيتفاوت ممكن للكميات، لو كميات كبيرة بنعلي الخصم شوية.